ماجد، صحيح ما تزال التصريحات ساخنة من قبل الجانبين. الحكومة الإثيوبية قالت أنها لا تريد التوغل في إقليم تيغراي، لكنها تريد أن تكون الجبهة الشعبية هي في أضعف حالاتها حتى لا تعود مرة أخرى للحرب. هذا من جانب الحكومة. من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كانت قد أشارت أن هذا الانسحاب هو انسحاب تكتيكي لترتيب الأوضاع، بالرغم من أنها كانت قريبة من العاصمة أديس أبابا لما يصل إلى 200 كيلومتر وعادت الآن أدراجها. في المقابل أيضا كان هناك تصريحات لوزير الدولة بوزارة الخارجية رضوان حسين في إطلاعه للسفراء المقيمين هنا في أديس أبابا، أشار إلى أن الأمر لدى الجبهة الشعبية لكنها تعنتت في كثير من المواقف، وأنها لن تقبل فيما بعد وقف عملية إطلاق النار، وأنها كذلك كانت سببا في عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يشكوان من عدم وصول هذه المساعدات. رضوان أشار إلى أن أكثر من 1000 شاحنة تحمل المساعدات كانت قد دخلت إقليم تيغراي ولم تعد أدراجها، مما يعني أنه تم استخدامها في عمليات عسكرية سابقة. الجبهة الشعبية لديها تصريحات كثيرة ومهمة خلال الفترة الماضية، أشارت بطلب من زعيم الجبهة دبرزيون جبري ميكائيل موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، أشار فيه لأنه لا بد من حظر الأسلحة لكل من إثيوبيا وأريتريا حتى لا تضرر منها، وكذلك عدم السماح لها بالحظر الطيران الجوي وكذلك الطائرات المسيرة. الأمر ما يزال مستمرا، لكن أخيرا يعني قتات يرد المتحدث باسم الجبهة الشعبية قال أن الحكومة الإثيوبية منعتنا من الانسحاب، مما يعني أن الحكومة الفيدرالية كانت قد طوقت المناطق التي كانت فيها الجبهة الشعبية وعادت أدراجها إلى إقليم عمل. من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، شكرا لك.